يفضل شراء هذا النوع من الجاكوزي كونه مصنع من مادة الإكراليك القوية والمتينة. الملمس كما ترون ناعم وأملس، ويوجد فيه خاصية المساج من الأمام ومن الخلف ومن تحت. أما بالنسبة لهذا الجاكوزي فلا يوجد فيه خاصية المساج، لذلك الأسعار تختلف ما بين هذا النوع وهذا النوع. أيضا كما ترون يتم استخدام هذا النوع من مفاتيح المياه وهي سلسة كما ترون. هذه الأنواع من أحواض الاستحمام تعتبر عالية نسبيا، وذلك بسبب استخدام الأحجار الطبيعية لصناعتها. كما ترون لا يوجد فيها أي حنفيات أو أي إكسسوارات أخرى لصناعة هذه الأحواض. انتهت حلقة اليوم، عرضنا لكم أنواع مختلفة من أحواض الاستحمام. يرجى دعمنا بالإعجاب، مشاركة الفيديو، التعليق في حال وجود أي استفسار، وتفعيل جرس التنبيهات. إلى اللقاء.